وبركاته. سعيده بلقياكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد البيتزا ديال المقله، تجي رائعه جدا. غادي نحضر جوج انواع ديال البيتزا. هذه غادي نحضروها بالدجاج كيف غادي تشوفوا، تجي غزاله بزاف. وهذه غادي نحضروها بالطون وبالخضر، حتى هي لاباط ديالها غادي تلاحظوا ان لاباط ديالها كتجي رقيقه بزاف. المهم غادي تتبعوا معايا الفيديو الاخير. وهذا واحد الكلاص كيجي خطير، المكونات اللي هي بسيطه تيعجب الصغير والكبير. تابعوا معايا الفيديو الاخير. غادي نبداو اول حاجه على بركه الله بالعجين ديال البيتزا. غادي نحتاجو ليه 400 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاجو اما فرينه اولا فورس على حساب الرغبه. وعندنا 400 غرام هي 4 كيسان ديال العنبه مع كاس ديال السميده الرقيقه. اللي ما عندوش السميده الرقيقه ممكن يدير الفينو. كنخلطوا الانواع ديال الدقيق اللي عندنا، وكيف ممكن انكم ديروا دقيق القمح الكامل، يعني هنا تيبقى لكم من الاختيار. السيده ممكن دير دقيق القمح الكامل عوض الدقيق الابيض. وغادي نديروا معلقه ديال الخميره ديال الخبز، عندنا شويه ديال الملحه، وغادي نديروا كذلك واحد شويه ديال السكر سنيده فقط، يعني اللي ما بغاهش ما يديروش. وغادي نحتاجو شويه ديال الزعتر والزعتره مطحونين، ممكن ديروا فقط شويه ديال الزعتر، المهم اللي عندكم اما الزعتر او الزعتره او هما بجوج، يعني كيعطي واحد المذاق زوين للعجينه ديال البيتزا. وغادي نحتاجو الماء، الماء يكون دافي بطبيعه الحال. غادي نبداو نحركوا المكونات اللي هي جافه، وكنبداو نجمعوا بالماء شويه بشويه، والعجين تيكون مرخوف، يعني ضروري من العجينه ديال البيتزا تبقى مرخوفه. بالنسبه للعجين فهو ما يحتاج لا تلكو ولا حتى حاجه، غير جمعوا المكونات مع بعضياتها. وكنأكد على هذه المساله ان العجينه تبقى مرخوفه. غادي نزيد ربع كاس تاع الزيت البلديه، غادي ندخلها في العجين، من بعد غادي نغطيوها ونخليوها تخمر. وهنايا دائما السر ديال النجاح ديال لاباط ديال البيتزا هو في التخمير ديالها، ماشي في المكونات، في البيض او الياغورت او الحليب او عجينة عادية، لكن النتيجة ديالها كتكون يعني الخدمة ديالتها كتكون في التخمير ديالها. خاصة تخمر مزيان البنات، يعني خاصة تخمر ومرة مرة المدة فاش كتخمر لينا هذيك العجين، مرة مرة كنرجع بيديا وكنحرك هذاك العجين، كنحرك وكنحيد منه هذاك الهواء، وكنخلي نغطيه ونخليه يعاود يخمر. هذه العملية حاولوا مهما امكن انكم ديروها واحد جوج مرات او ثلاثة، شوفوا تبارك الله العجينة كيف ولات، كتجي بحال العجينة ديال السفنج، كتجي مرخوفه. هذا دليل على نجاح العجين ديالنا. صافي هنايا من بعد ما كتخمر، كيف قلت لكم مره مره كترجعوا كتحيدوا من هذاك الهواء وكتغطيوها وتخليوها تخمر، يعني خليها واحد ساعه المكانه تقريبا بحال هكا. واللي ما زربانش بها ديرها في الثلاجه وتخليها تخمر على خاطر خاطرها، تبقى ساعتين تبقى ثلاثه سوايع، ما عليها حتى شي حاجه الا وكتزيد تعطيكم نتيجه مزيانه. دابا غادي ناخذ العجين ديالي من بعد ما خمر، غادي نقسمه الكريات، راه ثلاثه الكريات هذاك العجين اللي غادي القياس ديال الطحين اللي عطيتكم، غادي نخرج لكم ثلاثه بيتزات كبار. غادي نقطع العجين ديالي لثلاثه الكريات. انا غادي نخدم معكم فقط جوج بيتزات. العجينه اللي بقات لي غادي نلفها في واحد الفيلم اليمونطير او لا واحد البواطه، وندخلها للمجمد الوقت اللي بغيتها، نجبدها على تيساع، نخليها ديكونجلا صافي، وتنطلقها ونخدمها عادي. دابا غادي نخدم معكم جوج بيتزات. غادي نبداو بالاولى اللي غادي نديروها بالدجاج، غادي نبداو غادي نوريكم الطريقه. هاد الطريقه بزاف غادي نعطيها بزاف للبنات اللي كتجيهم لاباط ديال البيتزا قاصحه في الفران. نعطيكم واحد الحيله اللي غادي ديروها، وسبق وتقاسمتها معكم في ماشي هاد رمضان العام اللي فات، يعني النتيجه ديالتها كتجي خطيره جدا. غادي نبداو، غادي ناخذ واحد الورق المطبخ اولا فوق الرخامه مباشره، كديروا شويه ديال الفينو. انا كنطلق اما بالسميده اما بالفينو اللي بغيتو، يا سميده يا الفينو. الاستعانه دائما كندير صباعي في الزيت البلديه، ما كندير لا مدلك لا حتى حاجه، فقط كنخدم بالاصابع ديالي. كتشوفوا العجينه كنطلقها بالاصابع ديالي. هنايا من بعد ما طلقت العجين ديالي، انايا راده المقله ديال وجده كتسخن، ردها كتسخن مزيان، خاصها تكون سخونه وفي نفس الوقت مشعله الفران. غادي نطيبو في نص طيبه فوق المقله ديال وجده،
انتم غادي تلاحظوا معايا باش غير تكون عملية مفهومة. هنايا من بعد ما تقبت العجين ديالي ممكن تقبو غير بالفرشيط، غادي نهزها وغادي ننزلها فوق من المقلة كيف قلت لكم ديال الوجدة اللي كتكون سخونة، او اي مقلات عندكم تكون كبيرة، ولا ديروا القياس نتوما ديال البيتزا اللي بغيتهم. مثلا بغيتهم ديروهم صغار ديروهم صغار، بغيتو ديروهم كبار تيبقى لكم الاختيار. انا عندي هنا المقلة ديال وجدة كبيرة سخونة مزيان، نزلت فوق منها العجين ديالي بهذاك الورق ديال الطهي، ولا ممكن تحطو مباشرة لان المقلة تاع وجدنا ما كتلصقش. صافي كتحطو فوق منها العجين وكتبقاو تدورو كتبقاو تدورو حتى كيبان لكم نشف نشف، وفي نفس الوقت تحمر عطانا واحد اللون ذهبي من التحت. علاش؟ لان منين غادي ندخلوها حنا الفران ما غاديش نشعلو عليها لتحت، ما خاصهاش طيب لينا من التحت. ملي كنديروا ليها ديك لا غارنيتور ديالها ولا ديك الحشوه ولا العماره باش غادي نعمروها وكنديروا لها الفرماج، مباشره كنشعلوا عليها غير الفوق يدوب الفرماج صافي ونطفيو عليها. يعني ما خاصهاش تفوت 5 دقائق في الفران، هذه لا كثرات، الفران يكون سخون مزيان والعافيه تكون غير فوق منها غير يدوب هذاك الفرماج صافي تحيدوها. هذا هو السر ديال ديك لاباط باش كتبقى رطبه وكتجيكم زوينه بزاف. هنايا من بعد ما نشفات كيف كتلاحظوا راه بدات كتحمر من التحت، صافي دابا غادي نحيدها، غادي نحيدها ونعمرها ندير العماره اللي بغيت. طبيعه الحال انا غادي نعطيكم واحد العماره هنايا، انا غادي ندهن هذوك الجوانب بزيت البلديه. صافي وغادي نبدا، غادي ناخذ شويه ديال الياغورت، عندي ياغورت هذاك الصغيور غادي تشوفوه داك المسوس هذاك اللي بحالو بحال الجبن، دهنت به هذه البيتزا ديال الدجاج، دهنت به العجين ديالي كيف كتشوفوا، دهنا به لاباط كندهنوا به هو الاول، وكندير شويه ديال الفرماج اما موتزاريلا اما فرماج اللي بغيتو تيبقى لكم الاختيار. هاد البيتزا هادي الا عندكم البنات لي زيبيناغ اليوم هكاك ما تشحروهم ما حتى حاجه، الا عندكم لي زيبيناغ حاولوا تفرقوا شي وريقات ديال لي زيبيناغ لتحت عاد ديروا فوق منهم الدجاج. انايا ما عنديش، لهذا درت مباشره داك الياغورت باش دهنت، درت شويه ديال الفرماج، مهم انواع ديال الفرماج اللي تيعجبوكم. عندكم مثلا غير فرماج حمر ديروا غير فرماج حمر، عندكم موتزاريلا ديروا موتزاريلا، تيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو. راه البيتزا راه ماشي شرط الفرماج، راه اي نوع، راه ماشي شرط الموتزاريلا ولا، راه الطريقه كنقول لكم دائما الطريقه ديال الطهي. هنايا خدت شويه ديال اللحم المدخن وكتبقى مساله طبيعه الحال اختياريه، ممكن دير مباشره الدجاج صافي تنديروا الدجاج. الدجاج كتاخذوا كتبيله اللي عندكم واللي بغيتو، كتشحروه في التوابل اللي كل سيده واللي كيناسبها واللي عندها واللي متوفر. اللي كتبغي التوابل تاع الشاورما دير التوابل تاع الشاورما، اللي كتبغي التوابل المكسيكيه دير التوابل المكسيكيه، اللي كتبغي العطريه تاع الحوت دير العطريه ديال الحوت، اللي كتبغي مثلا عندها غير الملح والبزار شويه ديال الخرقوم وسكينجبير صافي تشحر فيهم. يعني ماشي شرط هنايا السيده دير اللي بغات. صافي كنستف الدجاج وكندير على شويه ديال الفرماج شويه ديال الزيت والزعتر وغادي ندخلها كيف قلت لكم غير الفوق، غير الفوق البنات، يعني كنشعل عليها غير من الفوق تقريبا 5 دقائق ما كاملاش، والفران يكون سخون قبل ما ندخلي البيتزا. الفران يكون سخون مزيان يعني كنشعلو غير الفوق ولكن كنخليو كيسخن مزيان، كندخلو كيدوب هذاك الفرماج صافي تنخرجوها. الثانيه غادي نديروها تيرت نفس الطريقه، طلقتها طيبتها في المقله وجبتها دابا تنعمرها، تنديرو هذه غادي نمشي عادي ديال الطون، كنديروا لها صلصه الطماطم اي نوع ديال صلصه الطماطم نتوما اللي معتمدينو وكتخدموا به، كنديروا شويه ديال الفرماج من الفوق وكنديروا شويه ديال الفلافل شويه ديال الذره المعلبه شويه ديال الطون. ديما تنقول لكم الحشو تيبقى حسب الرغبه وحسب المتوفر اللي موجود عندنا. نديرو شويه ديال الفرماج، علاش انا كندير الفرماج لتحت؟ علاش ديما تندير لاصوص وكندير فوق منها الفرماج؟ لان باش بحال اللي كنقولو كنسيو نسودو بها ديك الحشوه، يعني باش منين نجيو حنايا ناكلو نقطعو لاباط البيتزا ديالنا ولا نقطعو البيتزا ديالنا ما كطيحش لينا هذيك الحشوه، يعني كتبقى قابضه في البيتزا. انايا درت شويه ديال الطون صافي، حتى هي غادي ندير لها شويه ديال الفرماج من الفوق، درنا الفلفله مقطع مكعبات صغيره وشويه ديال الذره المعلبه طون المعلب كذلك، شويه ديال الفرماج من الفوق، وحتى هي نفس الشيء غادي ندير لها الزيت والزعتر ودائما نفس طريقه الطيب غير من الفوق. غادي نمشيو للكلاص، الكلاص غادي نحتاجو جوج اكياس تاع بودره الشونتي، جوج اكياس تاع بودره الشونتي غادي نخدمهم مع كاس ونص ديال الحليب،
جوج اكياس تاع بودره شونتي اللي فيهم 100 غرام 100 غرام، غادي نخدمهم مع كاس ونص ديال الحليب. في حاله اذا كانت عندكم الكريمه ديال الطبخ السائله ماشي ديال الطبخ، هنايا الكريمه خاصها تكون حلوه اللي كطلع، يعني مثلا اي نوع نتوما تخدموا بهم ولا فين تخدموا به كديروا، هنا غادي ديروا تقريبا واحد 300 غرام ديال الكريمه، 300 غرام ديال الكريمه في حاله الا كانت عندكم وبغيتوا تخدموا بها. صافي هنا كنا كنطلعوا هذوك جوج اكياس ديال بودره شونتي مع كاسونس ديال الحليب اللي تيكون بارد، ونزيدوا عليهم نص علبه ديال الحليب مركز المحلى، نصف علبه من الحليب المركز المحلى، وغادي نخلط مزيان. يعني هاد الكراس كيمشي بجوج مكونات فقط، كيمشي لينا بالشونتيي وكيمشي بالحليب المركز المحلى. كي ممكن جوج حالات، ممكن ديروا حليب مركز المحلى كيف ممكن ديروا حليب مركز اللي كيكون على شكل كراميل. غادي نقسم الخليط على جوج، غادي نقسم الخليط ديالي على جوج، واحد غادي نخليه عادي ما غادي نزيد ليه والو، وواحد غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال الشوكولاط من النوع الجيد، غادي نذوبها وغادي نزيد ليها جوج معالق ديال البراليني اولا البخاليني، باش غادي يجيني المذاقات مختلفه، غادي يجيني واحد عادي وغادي يجيني واحد بالنكهه ديال البخاليني والشكلاط، كيجي غزال بزاف. غادي نقسم الخليط كيف قلت لكم على جوج، الشكلاط ذوبته في الماء الميكرو اوند اولا في حمام مائي، وكنزيدو عليه شويه ديال ممكن زي اللي عنده املو ممكن زيت املو، اللي عنده البخاليني زيد البخاليني، اللي ما عنده لا بخاليني لا املو وبغى يدير غير الشكلاط يدير غير الشكلاط، صافي يعني بلا ما يعقد الامور. صافي تنبداو تنخلطوا المكونات ديالنا مزيان، وغادي نجيبوا لي فيغين اولا بواطات اولا كويسات فاش غادي تخدموا هاد الكلاص، كيف ممكن تخدموه عائلي، يعني ديروه في مول مدور اولا مول كيف ما كان النوع ديالو، يعني هنايا ماشي شرط تقيدوه بنفس الطريقه، ممكن تخدموه بالطريقه اللي بغيتو نتوما وكيفاش نتوما تقدموا هاد الكلاص هذا. اللي تيبغي فواكه جافه ممكن يزيدها، اللي تيبغي حبيبات تاع الشوكولاته ممكن يزيدها، اللي تيبغي مثلا النوغا ولا اي حاجه، مهم هنايا المجال مفتوح، اللي بغى شي حاجه يزيدها ماشي مشكل. صافي تناخذوا هذوك لي فيغين ديالنا، انا غادي نقدمهم بالطريقه فرديين على حساب الوليدات، كندير واحد شويه من داك الكلاص العادي مع شويه من الكلاص ديال الشوكولاط، وفوق منه عاوتاني شويه ديال الكلاص ديال العادي وشويه ديال الشوكولاط. راه الطريقه راه موضحه اكثر من الشرح، يعني كلشي واضح الحمد لله في الفيديو. صافي غادي نكمل بنفس الكيفيه حتى كنعمر الكويسات اللي عندي، ومن بعد غادي ناخذ واحد العويد وغادي نخلط بحال هكا باش يجيو غير هذوك لي موتيف، يعني يجي يتخلط ويعطينا واحد النظر اللي هو زوين بزاف. ندخلو للفريغو المجمد الكونجيلاتور واحد 5 حتى 6 سوايع عاد ممكن تقدموه، ضروري يتجمد 5 حتى 6 سوايع تقريبا. صافي تيكون جاهز وقدموه بصحه وراحه، راه تيعجب الوليدات، وشي حاجه اللي هي دائما تنقولها ونعاودها، حنا كما كنديروش كنديرو بدائل فقط، يعني بدائل الحوايجات اللي كناخذوهم من برا وكنشريهم من برا. هادو كانوا الانواع ديال البيتزا اللي حضرنا اليوم، كانت هذه البيتزا ديال الدجاج زينتها بشويه ديال الفوق شويه ديال صوص كوكتيل فيه شويه ديال كاتشوب مايونيز الحار. شوفوا معايا لاباط كي دايره، لاباط كتجي رطبه كتجي فن البنات اللي عندهم مشكل ديال لاباط اللي كتجيهم قاصحه، وهذا المشكل هذا بزاف الاخوات كيسولوا عليه في الانستغرام. انا عطيتكم الطريقه باش ما توحلوش في الفران، عطيتكم الطريقه اللي هي سهله، وشوفوا تبارك الله ديتا ديال الطون، يعني لاباط شوفوا معايا لاباط كتكون رقيقه بزاف، يعني في نفس الوقت كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه، يعني الا تبعتوا الطريقه تحصلوا على واحد البيتزا كيف بغيتوها، والحشو راه كيبقى مساله اختياريه. وهذا الكلاص ديالنا حتى هو خليته انا غير هكاك ما زينته بحتى حاجه، لانه كيف ما تشوفوا مزين راسو، تيجي القوام ديالو كريمي وزوين. وكنتمنى اخواتي الفيديو يعجبكم والاطباق ديال اليوم يعجبوكم. خليت لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.